بص بقى، مصر مليانة مدن أكتر من رائعة على المستوى التاريخي. أنا عندي نظرية كده، مفيش شبر في مصر، مفيش شبر في مصر مفيش تحتيه آثار. تلاقي بقى مثلا والله آثار من مصر القديمة، عصر الأسرات وما قبل الأسرات، من العصر البطلمي، روماني، إسلامي، فاطمي، وهكذا. دايما هتلاقي حاجة. استحالة، مصر كلها عبارة عن متحف عظيم ومهم ومثير طول الوقت. اسنا بقى يا نديم، اسنا بقى واحدة من المدن التاريخية المهمة جدا، وفي معبد طبعا زي ما حضراتكم عارفين، معبد اسنا. طيب هل واحنا بنعمل كل هذه الكميات الضخمة أو الأعداد المهولة من الاكتشافات الأثرية والترميمات و نسيب الدنيا كده؟ يعني ينسبها كده؟ مش لازم نظبط حاجتنا؟ مش لازم ندلع حاجتنا؟ يعني لما يبقى عندي حاجة زي معبد إسنا أسيبها كده وحواليها مباني مش ولا بد جزء، هي كلها تقريبا عشوائية يعني، لأنها كان غير مخطط ليها، مش بتكلم على أنها في منطقة خطرة، غير مخطط ليها، فتفسد المشهد العام للمدينة التاريخية وتفسد المشهد العام لهذا المعبد العظيم، فيحصل إيه بقى؟ يحصل تغيير جذري موجود هناك في إسنا، وتحصل إزالة بالمناسبة بمنتهى الإنسانية، والكل بياخد حقه تالت ومتلت. تاني، بمنتهى الإنسانية والكل بياخد حقه تالت ومتلت، تالت ومتلت بالمعنى الحرفي الكلمة تالت ومتلت، ل39 مبنى خلف معبد إسنا. ليه؟ علشان بيتعمل مشروع مهم جدا اسمه تطوير وإعادة إحياء المدينة التاريخية. احنا شفنا مع بعض يعني شوية صور كده. خلينا ناخد معانا استاذ احمد حسن، مدير عام اثار اسنا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازاي الصحة؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. ماذا الحمد لله. يحدث في اسنا؟ ان شاء الله كل خير يحدث في اسنا، والخير قادم، والخير قادم ان شاء الله. دايما ان شاء بإذن الله. قول لي ايه اللي بيجرى؟ هو بداية الموضوع طبعا هتكلم يعني فترة زمنية ليست ببعيدة. بداية الموضوع تطوير منطقة 25 ونص فدان اللي حوالين معبد إسنا. خلينا يعني نبقى فاهمين ايه اللي جنب معبد إسنا بالظبط. معبد إسنا جنبيه بانوراما أثرية، معبد وكنيسة، وكنيسة من عصر القبطي، ومعبد من عصر البطلمي الروماني، وفي مأذنة من العصر الفاطمي، وعلى شمالها وكالة من العصر العثماني، بالإضافة بيوت ذات طراز معماري ترجع للعصر العثماني والعصر المملوكي. دي مدينة متحفية. بالضبط، هو متحف مفتوح. عظيم. زي ما قال معالي السيادة رئيس الوزراء، متحف مفتوح. حلو قوي. فهو بداية الموضوع عشان بس ببساطة كده وباختصار. قول. تطوير منطقة اللي حول معبد إسنا دي 25 ونص فدان. بتبدي من شارع الكنيسة لغاية شارع العمدة شمالا. جميل. تقريبا حوالي فيها حوالي 1000 بيت. المنطقة دي. فصدر 3 قرارات من السيد المحافظ سنة قرار رقم 964 ل 2013 و 1936 ل 2017 و 5133 ل 2018 بتطوير منطقة ال 25 ونص فدان. بالإضافة إلى صدور قرار نزع ملكية خلف معبد إسنا، قرار رقم 1972 لسنة 2014 بتطوير بنزع ملكية 36 بيت اللي هم خلف 39 ولا 36؟ هو 36 تحديدا. 36 ماشي. خلف معبد إسنا. طبعا معبد إسنا اللي ظهر منه الواجهة بس بتاعت المعبد عبارة عن صالة من عصر البطلمي الروماني، فجزء من صالة بداية معبد روماني، وباقي الصالة كلها ما مش ظاهر منها ولا حاجة، لغاية لما نوصل زي ما انت عارف حضرتك اي معبد بيبدي من حاجة اسمها البلون او الصرح لغاية لما نوصل لقدس الاقداس. حلو. فاللي ظاهر عندنا في معبد اسنا البلون بس بتاع المعبد. ماشي. اما باقي المعبد طبعا المفروض هيكون اسفل المنازل اللي تم نزع ملكيتها. تمام. تمام. البداية طبعا كانت بزيارة السيد معالي وزير الاثار والدكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار،
في افتتاح وكالة الجداوي أيوه. باسنا، وعملية ترميم اللي بتتم بيها في معبد اسنا. طبعا سيادة الوزير اهتم ان اسنا لازم توضع للخريطة السياحية، لان 10% من المراكب اللي بتمر بين الاقصر واسوان ما بتدورش اسنا، 90% ما بتدورش، 10% بس اللي بتدور. ففي بداية كان اهم قرارات اللي خدها معالي الوزير الاثار في الزيارة الاخيرة دي افتتاح وكالة الجداوي للزيارة. رقم 2 جعل تذكرة معبد اسنا ووكالة الجداوي تذكرة واحدة، يعني اللي يزور معبد اسنا يزور وكالة الجداوي. الحاجة الثالثة اللي عملها معالي وزير الاثار ان المعبد فتحه للفترة المسائية، يعني كان معبد اسنا للزيارة لغاية الساعة 5، بقت الزيارة لغاية الساعة 7. كويس جدا. تمام؟ كويس جدا. بعد كده الزيارة دي كانت في شهر 8، في شهر 10 تفضل بزيارتنا معالي دولة السيد رئيس الوزراء. وهنا كانت البداية، يعني لما شاف الشغل اللي معمول في المعبد والشغل اللي في الوكالة، بصراحة يعني شكر القائمين على الأعمال، وخصوصا الأعمال اللي بتتم في معبد اسنا للسيد وزير الآثار. ولما شاف المنطقة المحيطة بالمعبد فقال لا، دي منطقة متحف مفتوح. وعلى الفور أصدر قرار معالي السيد رئيس الوزراء ب 250 مليون جنيه لتطوير المنطقة اللي حول معبد اسنا. تتبع ذلك طبعا اجتماعات بين السيد رئيس الوزراء ووزير الآثار، وزير التنمية الإدارية ووزير الري خلال الفترة الماضية بتاع 4-5 اجتماعات، عشان يوضع المخطط التفصيلي لتطوير المنطقة المحيطة بمعبد اسنا ويجعلها واكتشاف اسنا التاريخية، وإعادة اكتشاف اسنا التاريخية ويجعلها متحف مفتوح، بحيث بقى ان السائح لما يجي اسنا بدل ما كان بيجي يزور المعبد في نص ساعة، لا، المفروض السائح يجي اسنا ويقعد فيها 24 ساعة ويبات ويلاقي فيها كافيهات كويسة، مطاعم كويسة، يتفرج بقى على الحاجات اللي موجودة في اسنا، سوق القسارية، المعاصر، الزيوت، معاصر النسيج، الحرف اللي كانت يعني هتندثر بقى بنعمل على احياها تاني. فدي بقى الفتره بتاعت السائح بدل ما كان بياخد نص ساعه، لا ده هيقعد وهيتغدى وهيتعشى وممكن يبات وممكن يشوف اماكن تانية في اسنا موجوده ومفتوحه للزياره. عندنا مقابر المعلق، مقبره عنخ تيفي، عصر الانتقال الاول مفتوحه للزياره، بالاضافه في اثار اسلاميه جميله في اسنا زي دير الفخوري ودير الشهداء. طيب استاذ احمد، واحده بقى عليا كده زي ما يقولوا يا واش. المشروع ده قلت لي بيتحط المخطط العام بتاعه، ده هيبقى عباره عن، قلت لي في رقم 250 مليون جنيه، ده هيبقى عباره عن ايه؟ يعني المعبد بتاع اسنا ومنطقه ال 25 فدان دي هيبقى بقى من ضمن ال 250 مليون، احنا بنعمل الازاله واكيد هيبقى في اعمال الحفر والتنقيب والتجهيز للزياره. بالظبط. ده مشمول جوه ال 250 صح؟ هو يعني اكيد 250 هتتطور لتكبر من مليارات، يعني وارد جدا. اللي انا عايز اعرفه ملامح هذا التطوير، الملامح الرئيسيه والاساسيه بتاعته يوم ما يكتمل هذا المشروع، انا هروح اشوف ايه؟ تمام. هو اول حاجه لازم نفتح الرؤيه البصريه لمعبد اسنا. حلو. معبد اسنا نازل تحت الارض حوالي 9 متر. وانا جايب المراكب من على النيل، فما المعبد مش بيتشاف اساسا. فلازم انزل واشوف. بالظبط. ففي شارع اصلا قديم اصلا هو يعني حاليا مش متشاف المعبد، الشارع ده هيتفتح عشان اشوف المعبد، انا مجرد ما انزل كده هشوف المعبد. وبالاضافه طبعا هنطور المرسى الاثري اللي هو تابع للمعبد، يعني المعبد اي معبد ليه مرسى اثري. طبعا. ده رقم واحد. رقم اثنين ابرز النسيج العمراني اللي موجود في اسنا كاثار بقى اسلاميه وقبطيه وفرعونيه ومصريه. رقم ثلاثه ابرز الحرف اللي كانت موجوده في اسنا وممكن تنذكر مع مرور الزمن، زي النسيج وصناعه الزيوت في معاصر فيسنا، وفي عندنا وكاله الجداوي ممكن نعملها اعاده استخدام ثاني. ويبقى في تطوير في كل المنطقه، عشان ابرز بالاضافه للبيوت اللي ذات الطابع الاثري والتاريخي. فيسنا فيها حارات لغايه الان من العصر المملوكي والعصر العثماني قاعده لغايه دلوقتي. في منازل من العصر العثماني لسه قائمه، وفي واجهات. طيب هذه المنازل والمباني والوكالات والمساجد ودور العباده القديمه وكله، وحضرتك بقى مدير عام اثار اسنا، مش اثار مصر القديمه وخلاص، صح كده؟ اثار اسنا بالكامل. هل احنا عندنا مشروع قائم الان
هنشتغل عليه إنه كل هذه المباني يعاد أو ترمم وتعاد إلى هيئتها فتصبح جزء لا يتجزأ من المتحف المفتوح باسمنا، ولا احنا شغالين على 25 فدان بس دلوقتي؟ لا، هو شغالين على المخطط كله، مش ال 25 فدان، على حوالي 80 فدان في مدينة سيسنا، مش ال 25 فدان اللي حوالين المعبد بس. 80 فدان هتبقى أشمل، لأن خلال ال 80 فدان في منازل ذات طابع إسلامي وذات طراز إسلامي، والمخططات موجودة عند معالي سيادة رئيس الوزراء عشان يختاروا التخطيط والمخطط المناسب للبيت. ده كلام إن شاء الله مفيش أجمل منه غير المزيكا. أنا سعيد باللي بسمعه وبشكركم جدا على هذا الجهد، كل الشكر أستاذ أحمد حسن مدير عام أثر إسنا. هي بس لقطة في السريع قبل ما أكمل، اللقطة في إيه يا مولانا؟ اللقطة في إنه اللي قاله الأستاذ أحمد، أستاذ أحمد حسن مدير عام أثار إسنا، قال لك إيه؟ قال لك إحنا 10% بس من المراكب السياحية هي اللي بتقف عندنا في إسنا، فإحنا بنشتغل على إننا نخلي المشروع بتاعنا هو مشروع شامل وجامع، زي ما أنا كنت متصور الأول هم الـ 25 فدان، فطلع لا، المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى عمال بيتمدد ليشمل 80 فدان، هي المدينة القديمة بكل بقى ما تحويه، تطلع آثار إسلامية، تطلع قبطية، تطلع مصرية قديمة، تطلع بطلمي روماني، حدث ولا حرج. وإنه إحنا عايزين السايح يجي علشان ينزل ويتفرج ويبقى في عنده معايشة كاملة بهذه المدينة الأثرية. السايح ده بقى ليك أنت كمواطن مشاهد صديقي العزيز زي حالاتي كده، ده معناه إن أنا هنزل أكل أكلة كويسة واشرب شوية شاي أخضر، شاي أحمر صعيدي من بتاع زمان، شوية قهوة، مشروبات جميلة زي الحاجات بقى الأعشاب بتاعتنا والكلام اللطيف اللي من النوع ده، وبات وارد، ممكن ابقى عاوز ابات في المركب بتاعتي، وممكن ابقى عاوز ابات في مكان تاني. ده يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل مش بس عمليه التطوير للمناطق الاثريه، بل بعمل ابجريدنج، بنهض سياحيا باسنا. اسنا بالمناسبه محافظه الاقصر، بس انا بعمل هنا؟ بنهض سياحيا باسنا. يبقى بعمل ايه على راي نديم كده؟ انا بزود عدد ايام الزياره بتاعه ايه؟ السايح لمصر بشكل عام، بدل ما مثلا جاي عشان يقعد في الاقصر واسوان مثلا اسبوع 10 ايام، لا ده كده ممكن يخليهم اسبوعين. فهيبقى اسنا ليها نصيب في 3 ايام، ما هو عاوز يلف في 80 فدان، هم دول هيتلفوا في يوم؟ استحاله. استحاله. كويس، تخيل ده بقى لو حصل في كل هذه المدن اللي على ضفاف نيل مصر العظيم. الصين عندها طريق الحرير، مصر عندها بوابات الحضارة،